الأخيرة. يمكن إحنا الناس ما تعرفش إن ديت مش الواقعة الأولى، أو في الدوري المصري بصفة عامة في كل أقسامه، يمكن ده بيحصل طبيعي جدا، وقائع الضرب ديت في الأقسام المختلفة اللي هي القسم الثاني والثالث والرابع، لكن يمكن مش معمول عليها تطبيق كبير أو الناس ما بتتكلمش، لكن ديت أول واقعة بتحصل في مباراة النهاردة دجلة مع بتروجيت، اللي الناس ما تعرفوش إن طبعا بعد المباراة حاول أحد أفراد الجهاز الإداري من وادي دجلة إن هو يعني يعتدي، وبالفعل اعتدى على الحكم عبد العزيز السيد حكم المباراة، وضربه في صدره. الأزمة كمان إن التطاول، احنا شفنا اللقطة دي على الهواء، شفناها على الهواء اللقطة. التجاوز وصل لداخل غرفة خلع الملابس، اللي انت بقى ما شفتوش على الهواء، ان ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة دخل غرفة خلع الملابس الخاصة بالحكام وحاول اعتداء على الحكم عبد العزيز السيد، ولولا وجود احد الضباط ووفقا لشهود العيان اللي كانوا موجودين، ماجد سامي دخل غرفة خلع الملابس وحاول الاعتداء على حكم المباراة. أجريت أنا اتصال بالمسؤولين في اتحاد الكرة، طلبوا من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس الإدارة كتابة مذكرة تفصيلية باللي حصل، وطلبوا من عبد العزيز السيد ان هو ما يغيرش تقريره، وان هو يكتب الواقعة كاملة، وان هو ما يخافش، ده حسب الكلام اللي موجود من المسؤولين داخل اتحاد الكرة. اصدر كمان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تعليمات لمراقب المباراة اللي كان موجود مجدي الشيخ بعدم التعليق وعدم الإدلاء بأي تصريحات، لكن احنا يمكن انا قدرت ان من خلال مراسلين كمان اللي كانوا موجودين في الملعب، ومن خلال مصادرنا اللي كانت موجوده جوه اوضه اللبس الخاصه بالحكام، قدرنا نتاكد ان المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله حاول الاعتداء على حكم المباراه عبد العزيز السيد. تمام، انا بشكرك يا اسلام، شكرا جزيلا. طبعا تصرف غير مقبول، غير مقبول لو ده حصل فعلا، وهنحاول نجيب الكابتن عبد العزيز السيد حكم المباراه على التليفون. انا معايا رقم كابتن عبد العزيز، هنحاول نكلمه ونشوف هل الواقعه دي حصلت فعلا داخل غرفه الملابس ولا لا. طيب هنطلع نروح نشوف تقرير عن لقاءات مع لاعبي